قراءة تحليلية للنصوص. وما اتبعت ما اتبع البصر المنجوم هذا اتبعه شيء هذا وهذا سنة شيء مش معقول. قل لي هسه كم واحد من العلماء لدى السيدة تقول له شو القصد منه؟ والله لقد جئتكم بالذبح. الحضارات بين العقل والنقل عبر العصور. أننا لا نحتاج إلى سنة فيها قتل. جدلية الفكر تحاور وتطرح قضايا اختلفت الآراء حولها. سنحاول قراءة الأشياء من منظور عقلي منطقي وليس عاطفي تجريبي. قراءات معاصرة مع مصطفى العمري قريبا على شاشة الناس الفضائية.